كانت جامعة دمشق المركز الأول في الترتيب العام لمنافسات البطولة الجامعية للكاراتيه والتايكواندو التي أقامها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في مدينة الجلاء الرياضية بالمزة، بمشاركة لاعبين ولاعبات مثلوا عدداً من الجامعات والمعاهد من مختلف المحافظات. اليوم نحن بالمباريات النهائية وحفل الختام لهذه البطولة، حريصين من خلال متابعة كافة المواهب الرياضية في الجامعات، حريصين على استقطاب كافة هذه المواهب بكافة الألعاب الرياضية من خلال التنسيق مع الاتحاد الرياضي ورؤساء الاتحادات لكافة الألعاب. خلال الفترة القادمة راح يكون في البطولة الجامعية المركزية لكرة قدم الصالات، وبالفترة اللاحقة راح يكون في بطولات متعددة، منها بطولة البلياردو، قوى بدنية، كرة سلة. هاي البطولة كان من ضمن خطة نشاط الاتحاد الكاراتيه، هو التنسيق مع اتحاد الطلبة مكتب الأنشطة الرياضية، إنه نحن يكون في تعاون، نحن إنه مأمنين تماما إنه لازم يكون في تشاركي ما بين الاتحادات. جل اللاعبين اللي بيشاركوا بهي البطولات هن أساسا بيكونوا لاعبين منتخبات وطنية، لأنه بيعتمد على الفئة العمرية بين 17 سنة وال 25 سنة، فهي التشاركية اللي بتكون موجودة منا نحن من ممكن نلاقي خامات موجودة بتكون بخارج إطار الأندية. بالنسبة للمشاركة في مستويات كانت متفاوتة نوعا ما بين لاعبين المنتخبات الوطنية اللي كانوا يشاركوا بفئة الشباب والرجال. تحكيميا نحن اعتمدنا نظام التحكيم الإلكتروني المعتمد بالاتحاد الدولي التايكواندو اللي هو الكي بي ام بي، نظام التحكيم الالكتروني، اللاعب بس سدد اصابه على الدرع الصدر او الراس فهي تسجل تلقائيا عن طريق مربوطه على جهاز مجمع بيانات ريسيفر مع اللابتوب، فتاخذ النتيجه مباشره. هلا البطوله هي بشكل عام هي بصراحه يعني هلا لاعبين المنتخب الوطني، حتى البطوله الجمهوريه اللي صارت بالشهر الماضي باللاذقيه زق 18 ونقص 18 ونقص 21 تقريبا اغلبيتهم المتواجدين كانوا بهالبطوله الجامعات اللي صارت، والاحلى من هيك انه كان في منافسات قويه وفي مستويات بصراحه متقاربه كثير من بعض البعض. يعني تقدم لنا احتكاك للاعبين، كل ما كان في احتكاك بيرتفع المستوى الفني، فالبطوله كثير رائعه، كان المستوى عالي من اول مباراه في منافسه، والمباراه النهائيه كانت على شيء. هلا بصراحه تفاجئنا، نحن توقعنا المستوى يكون اقل بما انه جامعيه، بس اجينا بصراحة انه اقوى من بطولات جمهورية، يعني انا هي اقوى بطولة بشارك فيها، على وزني في 3 لاعبين منتخب انا واثنين ثانيات.